أو الجاري السباعي فمنه تريح إذا تنبه. شبه فتحة الخشم تشعر الضبط. فمنه تريح تريح نفسه إذا تنبه الظهر. أهمة الميزة من نبض خشم هوي مهم بس لو استمر يعني تركز فيه اللي هو الضبط. يتنفس ويركز. يسواه في المسار وهو تعبان ما تنطي يكون صدري في شيء. هذه تهمة الميزة قد ينظف أنفه وفمه ايه اثناء الشغل. بالعكس اذا احب لك اني يكتب نفسي يا صحيح زي كذا كحك اقل في الرقبه او غصاته او عطساته اقل. فعلا صحيح منيخ ما يطلعها ابدا كحاته وغصاته اكثر. صح دائما دائما ما يتنفس باسك نفس الكلام الكعب حساسيه دموعي عطس الكلام. لكن اللي كل ما زي ال صار خشبة بيحط لي يدي خشبة ويطلع لي خشبة. إيه. أو لا والله لازم يكون معي منديل حتى ناشف. يعني بطلع قدر ما إني أبلع. تذكره. يعني إني كل ما جاء شجر ها طيرها. زي سايكل شيب. هو الجمهور يسوي لهم كذا يقول. قام على الجمهور يسوي كذا يسوي. متى نعقد قرينة بحبل تجود الحبل أو تقصي القرينة ونوجد نحن أمناءهم دمارا وأوقاهم إذا أقعدوا يمينا ونحن غادة أكيد في خزازة رفضنا فوق رفض الرافدين ونحن النازلون ولكن ما طول طلعت منها بس في حاجة بركان أثناء هذه اللي أنا سواها لا أنا سواها أنا سواها أنا سواها أنا سواها تطلع من التجويزة والكنة إلى رفع الأسوة زيادة لو بركان أثناء هذه بعد كان أسويها بشكل تخبط مرة أثناء هذه هذه اللي قدرتك على جعله يتلخبط في سرعته لما كان ناوي يدوس بشكل بالعكس قدرتك على جعله يدوس يخفف لما كان ناوي يرفع راسه و يزيد مثل ما طلبت سيارتك هو كم يزيد بس النتف يسرع معرفة الذكر لما عندها بعد شوي على الحلقة عدم قدرتي على الكن السلايد وعدم قدرتي على الزيادة هذا كله طبعا تذكر اليد كيف بتخلي يسوي سوات هذه يطلق طرف مقود ومنان او تدكه مهماس كحصان جنلقنا تدكه مهماس وتشعب وردي شعب وطرف مين مهد يعني تكون الحصان بيد يجمعون زيادة ولا يسوط الحصان طرف مقود او العنان مو بهذا بس يبدي بيد طب شوك على طكة ايه حصان جنلقنا حتى لو طكيته يتقبل اليد وزنها حتى هو مضوح الوقت ولا يضطر يرخي اذا عارقه وطيك شو سوي حصان فمشي اللي هو يلم العنان زيادة ويجلد هيمشي بحصان طريقة بعدها ايه لما يبقى حصان معشور أصلا لما تشعبط فيه يتفلت طبيعي انه بزي شوي زايد اسكر على الجهه يجيب نيتي يسوي كذا يقف كذا لما رحت طيب الحين كبيت استغلت الكبه ليش؟ لعقب ما وقفت ما كان جاي لي فك ماشي كنت شوي بس انا مخلوق امشي لو زودها ارجع خلاص كل الخيل لو تبالغ قبل عسايف تبالغ قبل بدايات يسوي الحركات دي تعبيرا عن الشعور او النفس تبعك انك تلعسيك انت نسيت الحصان اللي معشوف كعمرك تركيبه تشخيص الى اخره بس يزيد الطين بله مواكبتك له وتسولف يوم طلعت يا خبطت قبل كذا